مليون مبروك للمره الثالثه رئيس لجنه الانديه. شكرين. الحمد لله. ده تشريف ليه طبعا بالاجماع الحمد لله. ده شرف ان انديه مصر تنتخبني المره الثالثه بالاجماع رئيسا للجنه. النهارده رغم ان كان انتخابات وجلسه اولى ولكن اصريت ان يكون في قرارات في اول الجلسه. طبعا احنا عايزين نشتغل من اول يوم عشان ما فيش وقت نضيعه، واي مؤسسه احنا شفت احنا عاملين في الزمالك لازم يا جماعه الناس المصريين كلهم يشتغلوا، كل واحد في موقع يشتغل، ما فيش وقت نضيعه. شوف احنا نحدد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الشباب والرياضه ووزير الماليه عشان نحل مشاكل الانديه، ما عادش في وقت ونتمنى ان شاء الله تعود الجماهير بالضوابط اللي احنا قلنا عليها. لكن عايز اطمن استاذ مدحت شلبي، عايز اقول له لن يدخل مدرج التراس طول ما مرتضى منصور موجود. سواء كابتن حبيبك ما نقعدش حاجه. طب نكمل بقى نكمل. لا انا ليه اتابع ليه؟ بص هو جاب كلام القاضي نفسه، يعني القاضي رئيس اللجنه قال في النهايه، قال القاضي ايه؟ هو القاضي بيقول ايه؟ فلان قدم مستند كذا وفلان وجهه نظره كذا، هو بيقول وجهه نظر الناس كلها. فهو لما قال وجهه نظر الاهلي او الولد التافه دون، هو بيقول وجهه نظره، ده مش كلام القاضي، لان القاضي لما يكتب اسبابه بيكتب حطه جميع وجهات النظر. فهو الاخ مدحت خد وجهه نظر الولد اللي القاضي قالها كانها لا قرار، قال له ايه؟ انقضاء الدعوه بالتصالح. تصالح يعني قال كده كابتن، قال كده. لا والله قال كده. يبقى اللي بلغ حضرتك ما قدرش. انا شفت لا يبقى انا هجيبها لك. لا لا انا شفت، انا شفت بالظبط، انا شفتها خلاص. يعني هو حتى لما قال لك القاضي زعلان مني ليه؟ ما القاضي قال، هو راح جاب كلام القاضي. القاضي في الاخر قال لك ايه؟ انقضاء الدعوه والتصالح. لولا هذا التصالح وتقدير مرتضى منصور للدوله ووطن زي ما قلت، اخلاصا لوطن وحبا لوطن، كان الوقت خد عقوبه. انا ما يهمنيش الاهلي ينسحب، ما اسمعني بس. اول واحد قال ان سياده المستشار ودي دعوه كريمه وتسامح كريم منه. لا بس هو قال انه الولد اتلغت العقوبه مش عشان التصالح. لا بقول لك تاني يا استاذ مدحت، يا راجل القانون. لا ما قالش عشان التصالح. لا ما قالش والله، قال عشان مش مشكله بقى. طيب نروح بقى لنادي الزمالك والاستاد الجديد اللي ممكن، والقناه الجديده انت شايفهم ازاي وهتعمل فيهم ايه؟ الاستاذ اسامه الشيخ راجل الاعلام المحترم في لجنه، يعني ان شاء الله يمكن على يناير يبقى في استديو جوه نادي الزمالك وفي قناه للزمالك ان شاء الله. نتمنى لك كل توفيق. ولكن لجنه رابطه الانديه المحترفه اللي حضرتك اتكلمت عنها من شويه دي هتكون السنه اللي جايه على طول ولا ممكن تبقى بعديها بسنه؟ ممكن بعد شهرين ثلاثه، او ما ناخد ترخيص الرابطه من السيد الوزير زي ما هو مش في رابطه محترفين بتاع الاستاذ مجدي عبد الغني والسيد الوزير، ده رخصه مؤقته، هناخد رخصه مؤقته ونشتغل باذن الله. نتمنى النهارده يكون في مندوب لنادي الاهلي على كرسي. طبعا حزين يعني مش ده النادي الاهلي ومش دول بيمثلوا النادي الاهلي، انا حزين. الاجتماع ودي جدا، لجنه الانديه تكونت، عملنا لجنه للانديه كلها، اللجنه مكونه من 9 من اعضاء الانديه من الانديه مختارين برضو بالتوافق، والاستاذ المستشار مرتضى بالتزكيه رئيس اللجنه، والاثنين اللي معاه النواب بتوعه لان هم لهم شغلانه، واحد مالي وواحد استثمار فبرضه بالتزكيه، والامور مشيت هاديه جدا، وبنتمنى ان يكون في توافق ان شاء الله. هنعمل رابطه الانديه المحترفه في غضون الايام القليله الماضيه هي اللي هتدير كل حاجه ان شاء الله. هل تحدثتم عن تامين الملاعب اللي قدمها السيد المحترم محمد عبد السلام؟ هو طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنطلب الجماهير، هتبقى في كراسي مترقمه وهيبقى في امن من الجماهير ومن اعضاء الجمعيه العموميه، وزي ما كنا متفقين قبل كده بنتمنى ان الامور تمشي ونادي الجماهير. وهو لسه طبعا اللائحه بتاعت اللي قدمها اللي هو محمد عبد السلام مع سياده المستشار، ولسه هيعرضها يوم الاثنين الجاي. لكن الاسماعيلي الفرقه الثالثه في مصر بعد شعبيه الاهلي والزمالك، كنت اتمنى تشوف كرسي النادي الاهلي عليه النهارده مندوب. طبعا هو طبعا هي ناقصه النادي الاهلي، وان شاء الله ينضم للمنظومه وتبقى الامور ماشيه كويسه ان شاء الله. كرسي مجلس اداره الاسماعيلي بقى عليه صعوبات قوي اليومين دول، ليه كده؟ ولا صعوبات ولا حاجه والله، ده في ناس بس عارفه الميديا بتعمل ايه في الميديا فبيجروا على الميديا، لكن احنا النادي مستقر والجماهير مستقره والشوشره دي في عيون بعض المنتفعين اللي وقفنا ضدهم. بس قادر تروح بالاسماعيلي على منصه التتويج مره تانية؟ ان شاء الله هنحط الفريق على منصات التتويج بعد كده. والله انا بشكر لجنه الانديه لانها يعني برغم عدم وجود سياده اللواء محمد عبد السلام، لان كان عنده ارتباط وما عرفش بميعاد الاجتماع، الى انهم انتخبوه وهو غايب، ودي حاجه كبيره جدا تدل على مكانه هذا الرجل المحترم سياده اللواء محمد عبد السلام. نمره 2، رابطه الانديه اول نادي فكر ونعمل شركه
لكرة القدم كان مصر المقص. أستاذ لؤي محمد عبد السلام عرض على جميع الأندية وعلى لجنة الأندية بالكامل أنه عنده استعداد كامل لإنشاء كل الشركات دي وتظبيطها. وبعد ما خلص كل هذا الكلام عرضوا على رئيس اللجنة واللجنة وأخذوا بيه. وعشان كده إن شاء الله رابطة دوري المحترفين هيتم إن شاء الله إشهارها بالاتفاق مع رئيس اللجنة المستشار المفتاح منصور والسيد الوزير مهندس خالد عبد العزيز، علاوة على إنه تبنى فكرة الأمن الداخلي للملاعب. وزي ما أوروبا شغالة فيها هذا الكلام، سيد محمد عبد السلام كان له سبق إنه هو راح بنفسه وسافر وحضر إنجلترا وراح أسبانيا وشاف الكلام ده على الطبيعة، وجاب خلاصة هذا الكلام وهيعرضه على لجنة الأندية إن شاء الله للرابطة وإزاي نأمن هذا الكلام. وسيعرض إن شاء الله على السيد وزير الداخلية ومعالي رئيس الوزراء مهندس إبراهيم محلب إن شاء الله. أولا طمنا على أهلية في أسوان وعلى فرقة أسوان السنة. الحمد لله إن شاء الله بإذن الله تعالى تم اختيار مجموعة من الشباب، الحياة كلهم بإذن الله تعالى حيكونوا إن شاء الله إن شاء الله واجهة جديدة للدوري بإذن الله تعالى، ونأمل فيهم بإذن الله تعالى إن هم يبقوا الحصان الأسود بإذن الله تعالى للدوري. يعني اختلاف الأوضاع واختلاف الرؤى النهاردة وانت موجود في لجنة الأندية القسم الأول دوري ممتاز، يعني انت شايف ايه وقلت ايه في اللجنة النهاردة؟ والله انا يعني دخلنا في يعني كان في مناقشات على اختيار أسوان، ولكن انا بشكر بصراحة السيد المستشار مرتضى منصور وقفته مع نادي أسوان، والحمد لله تم اختيارنا كمجلس إدارة للجنة الأندية، والحمد لله ده شيء شرفنا لأول مرة بإذن الله تعالى. نتمنى إن شاء الله أن الموسم السنة دي يكون موسم موفق نادي بتروجيت بإذن الله. اختياركم لسيادة المستشار في لجنة الأندية وأيضا تطرقتم لبعض الأمور. سيادة المستشار تم اختياره بالإجماع من كافة الأندية، والنهاردة كانت 18 نادي موجودين، وتشكل مجلس الإدارة من 10 أعضاء والاثنين من الاتحاد الكورة، وتم الاتفاق ان احنا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي في اجتماع تاني في قضية البث دي اللي هيتم مناقشتها في الاجتماع الجاي ان شاء الله.